شغل الشلا الآن وحصل على اللحن الحماسي بكل جديد في عالم الصوتيات وفرحوا واستبشروا يا أهلي وناسي. مواليد ملك ملك أحمد بالفرح أحلى لماسي وكتابة الكلمات العامة والله يتمم له بخير العمايل 737 أو من خارج المملكة والله يتمم له بخير العمايل 666-055-87-687 ترقبوا الجديد والحصول شغل الشلا على الطلق الحماسي وفرحوا واستبشروا يا أهلي وناسي ملكة أحمد بالفرح أحلى لماسي والله يتمم بخير العمايل يا عريس السعد أحمد والكراني ألف مبروك ألف في عشر قراني شامت أفراحك بس احتقى لماني ليلة فيها الفرح واضي وناني وش نكتب فيك يا أحمد وش نخليك اللي قدرت بس ما دوم متعلي آسف النوم أصوات طيب تجلي يا عريب أساسي يا رب المراجي يا ولد راعي المزعات والطيب أبو خالد الشجاع فتح لنا العجايب والندايح بالفعول هذا لايب عزوتك أخوانك تحول الرجالي لخبر علي يتعرض الحسالي في وضوح وافتح الزم لا تبالي الحرارة للمواقف والصمايل واشهد انقر صدر سيف مهنا صالح الصنديد عزمه ما تبنى صيتهم معروف واشهد يا زمنا العلوم الطيبة وجسر الفعايل يا بني الحكوان يا أهل المروة والشجاعة والطلاقة والحموة عزوة فالمجد ترجع في علوة سيدكم معروف ما بين القبائل يا العريس أحمد عسى سنينك طوالي والله يتمم لك بغير الوصالي والختام مسك الصلاة أول وتالي عني في وعدانها مال المخايل شغل الشلا والتهاني ألف مبروك ألف في عصد القراني كانت أفراحك بتحقيق ألماني ليلة فيها الفرح وفي وحاش ويش نكتب فيك يا أحمد ويش نخليك اللي قدرت بس ما دوم متعلي آسف النوم أصوات طيب تجلي يا عريب أساسي يا رمز المراجي يا ولد من روع على الوفاة تايد راعي الفتعات والطيب أبو خالد الشجاع الفتح والندايح بالفعول هذا لايب عزوتك اخوانك تفعول الرجالي نخب الولي يتعرض الحزاني في وضوح وافتح الزم لا تبالي الحراره للمواقف والصمايل واشهد انقر صدر سيف مهنا صالح الصنديد عزمه ما تبنى صيتهم معروف واشهد يا زمنا بالعلوم الطيبه وجسر الفعايل يا بني صفر صفر